اتفضل يا معلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. هو حسن نام؟ عيط لحد ما نام. فضل يعيط لحد ما فترة من عياط عينه أمه ونام. طب يا معلم تعال نكمل كلمة فوتي. يا جنتل بكرة الصبح عايز اصحى الاقي مليون جنيه. اعتبرهم عربون، اعتبرهم ربط كلام، اعتبرهم قتاوة، اعتبرهم عرق من النقلة اللي فاتت، سميها زي ما تسميها، المهم اصحى الاقي المليون جنيه. موضوع كده شكله كبر ودخلنا في الغريق. دخلت في الغريق مش دخلنا. تبعد عن الموضوع ده خالص، مالكش دعوه بيا. بعد اللي حصل لغلوش وجوهر هيبقى الدور عليك انت وكريم وهيثم. ما انا امي جات لي ومعاها مصلحه من شداد، كانوا عاوزين يقرروني، بس انا لبست لها الوش خشب وعملت فيها عبيط. حلو، كمل في دور العبيط. السكه دي اخرتها موت. وماله يا معلم؟ موت موت. اموت وانا في كتف اخويا الكبير وصاحبي اللي طول عمره شايل همي وانا عيل صغير. يا ابني ما منهاش لازمة فتحة الصدر دي. إذا كان الجنتل ساكت دلوقتي عشان راس ماله في عيبي، إنما أول ما ياخد بضاعته هبقى أنا والموت وش في وش. عارف يا معلم؟ أنا مخدرات. كنت كل ما باجي آخد جرعة كنت بشوف الموت وش في وش. كنت بستوسخ موتي قوي. قابل ربنا وأنا مسطول. الموتة معاك أنضف بكتير من موت المخدرات يا معلم. بعدين الناس في الفرح كتير وفي الشدة قليلين. أنا معاك وزي ما ترسن دقيلة. وهو أنت لما رحت ورميت نفسك في النار عشان تجيب سمك من السويس وتفك دقيقة أبويا، حد قال لك خليك في حالك؟ أنت أخويا. أخويا اللي جابتهولي الدنيا. ومعاك على اي حاجه، اي حاجه، حتى الموت. قريني انت بس في راسك ايه بدل ما انا زي الاطرش في الزفه كده. لسه برتبة. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.